دكتور ياسين، اليوم يمر 565 عام. نعم. كل عام وحضرتك بخير على فتح القسطنطينية في 29 مايو 1453. هل ما زال الأتراك متعلقين بهذه المناسبة؟ طبعا، يعني هذا هو ما يشكل الوعي الوطني بين الأتراك، هو الفتح القسطنطينية. الفتح القسطنطينية كانت يعني مرحلة وكانت نقطة لحظة مهمة في تاريخ العثماني وفي تاريخ التركي كافة. يعني في هذا تلك الوقت، في تلك التاريخ، عندما فتحت القسطنطينية، هذا كانت من يعني من تأويل أو من تحقيق حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تفتح لنا القسطنطينية نعم الجيش جيشها ونعم هذا الحديث. وهذا كان يجلب كل كثير من المجاهدين في سبيل الله من قبل الفتح القسطنطينية، حتى أبا أيوب الأنصاري الذي كان من الأصحاب، يعني جاء وأراد أن يفتح القسطنطينية. وبعد ما فتحت القسطنطينية، أصبحت إسطنبول. أيوة. حتى أصبحت إسلامبول، يعني قبل أن تكون إسطنبول أصبحت إسلامبول. يعني الإسلامبول يعني بمعنى دار المسلمون. نعم. أصبحت دار الإسلام. وبعد ما فتحت القسطنطينية وأصبحت إسلامبول، تغيرت وتحولت إلى إسطنبول، صارت نموذج أو قلدت النموذج المدن الإسلام أو حضارة الإسلام الذين كانوا يحتووا كل الأديان، تنوع الأديان، تنوع الثقافات، وحرية الدين، وحرية التعبير، وحرية كل الدين أديان. يعني بدأنا نرى في قسطنطينية كل الأديان يعيشون مع بعضهم بعض، يعني في بينهم اليهود والنصارى والمسيحيون، من المسيحيون من كل الأطراف، الأرثوذكسيون والبروتستانيون والكاثوليكيون، كلهم بدأوا يعيشوا مع بعض بعض. حتى مع الخلاف ما بين اليهود بدأ، يعني هم كلهم كانوا يعيشوا في قسطنطينية. يعني جدا إسطنبول أصبحت عاصمة العالم كلها، يعني كوزموبوليتان، يعني دولة، يعني عاصمة تحتوي كل كوزموبوليت. يعني كوزموبوليت بالضبط. يعني يعني هذه إسطنبول. ولكن يعني العثماني، دولة العثماني كانت في مدى 600 سنة، كانت الحدود بين الإسلام بين الإسلام والأوروبا. ولهذا كانوا في الجبهة، يعني المسلمين والعثمانيون كانوا دائما في الجبهة وفي الغزاء. هذا الغزاء يعني الجهاد في سبيل الله. الغزوات يعني. في هذه الغزوات الوعي التركي ووعي الدولة العثمانية وشعب العثماني المسلم، يعني تركيا دائما كان يعني في الحرب مع الصليبيون، والصليبيون كانوا دائما يعني يوجهوا هذه الحروب تجاه المسلمين. واستهدفت دولة العثمانية عدة مرات، يعني لا يقل عن 20 مرة من تلك الهجمات الصليبية أو حروب الصليبية، من هذا الهجمات الصليبية على الدولة العثمانية. كان أخيرها الأخير كان في عهد أو في الحرب العالم الأولى.